شو رأيك إذا أنت غلبتيني؟ أنا مستعد أسمع لك كل شيء أنت عم تقولي. بس إذا أنا غلبتك شو ما بقلك أنا بدك تسمعي مني. وقديش مدة سريعانه لهذا الشرط؟ طالما أنت قاعدة عنا ماشي الشرط. إيه موافقة، وين الشدة؟ يلا هيها موجودة هون. لا إن شاء الله بكون تقعدوا تلعبوا وتتركوني لحالي. أمي كيف هيك تلعبي بإيدك موجوعة؟ ما في مشكلة، أنا بقعد جنب أبوك براقبه كيف عم بيلعب وبسجل لكم النتائج. طيب أنا رح أعمل أرجيلتي وأنا رح أحكي تليفون وأرجع. يلا مع مين؟ خاص. لا عن جد اشتقت لك كتير. إيه طبعاً، مشان هيك صار لك 7 ساعات ما حكيتي معي. حبيبي إجا بابا وتغدى وقعد شي ساعة بعد الغدا لبين ما ضبط وحكيت مع أمي ودانا ودرست شوي هيك هلأ لحتى صح لي أحكي معك. وأنا آخر أولوياتك يعني. حبيبي والله مو هيك، بس هلأ لحتى صح لي أحكي معك، هلأ لحتى قدرت تكون لحالي شوي. ليش؟ قاعد معك السيد نضال؟ وضح، بلشنا يعني؟ لا 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 بلشنا ولا شيء. وضح، لا تنسى مشان الوعد. ليك نضال هلأ عم يعمل أرجيلة، رح أقعد معه شي ساعة أو ساعتين وبعدها برجع بحكي معك، شو رأيك؟ بالله بدك تأرجلي معه كمان؟ أنا من إمتى بشرب أرجيلة؟ يعني فكرت. لا تفكر ولا بشغلة سلبية هالقد، لا تفكر غير فينا وبالشغلات الإيجابية، وإنه أنا بحبك وبحبك 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 وكل شي تحصيل حاصل. طيب ماشي، روحي رح استناكي، معك ساعتين ها. حاضر حبيبي، حاول تدرس بهالساعتين. إيه ما يهمك. باي باي. مين اجانا هلا؟ شوف ماما مين؟ طب لي ما نزلت؟ هلا قول فاتح على الاخير سربرايز. هاي نضال كيفك؟ ماشي الحال الحمد لله. اهلين لها، اجت من بيروت. شو الاخبار؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. تفضلي تفضلي. ميرسي ميرسي. هلا هاي خالو. الحمد لله على السلامة. لك الله يسلمك، اشتقت لكم كثير. احنا بالاكثر. شو مرت خالو؟ الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. اهلين حبيبتي، تفضلي تفضلي. ميرسي ميرسي. هاي لانا، كيفك؟ كيفك؟ ليش ما قلتي لي انك جاية؟ حبيت اعمل لكم اياها مفاجأة. طيب تفضلي، اهلا وسهلا. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. كيف امك؟ ماما كثير منيحة وبابا كمان كثير منيح وبسلموا عليكم. الله يسلمون. معناتها انت جوعانه. هي كثير كثير عجقه على طريق الشام، تعبت كثير. رح اعمل لك عشاء معناتها. ميرسي. كيفك نضال؟ جيت اكيد مشان الارجيله. وجيت تشرب شفه من كاستك كمان. ضب لي هالشفه. ايه ما مشكله. بطلنا الورق.